جمعية تعاونية لإسكان منتسبي بلدية الموصل شمال المدينة، 800 قطعة أرض بيعت للمنتسبين من قبل صاحبها بمجمع زيون هناك، وبعد البناء وإكمال بعض البيوت فوجئ المشترون بمنعهم من قبل جهات حكومية من السكن وإكمال البناء بحجة عدم إكمال الأوراق القانونية من صاحب الجمعية حسب أقوالهم. بشر إذا ما عنده بيت ما عنده وطن، حتى وطن ما عنده. نحن سلم لا بيت ولا وطن ما عندنا، مدشرين بالشارع، قاعدين بالشارع. أبو الجمعية سد الباب عيني ودشرنا برا، ما يستقبل أحد. فض مشكلتي أخوي مع الجهات الأمنية، وقدم أوراقك الرسمية. إذا عندك أوراق رسمية وما خايف، روح قدم أوراقك الرسمية للجهات الأمنية. جهات أمنية تملك أوراق رسمية، روح قدم أوراقك الرسمية وفض المشكلة مع العالم. نطالب إنه يحلون لنا مسألة هاي الأراضي مالنا، إحنا اشتريناها وهاي ثالث مرة يصير منع. السيطرة المشتركة تقول أبو الجمعية ما مكمل الأوراق، أبو الجمعية يقول أنا مكمل الأوراق، ولا يخلونا نفوت مواد ولا يخلونا نكمل الهياكل مالنا والبناء مالنا. تقريبا احنا 800 قطعة نراجع الجمعية، هاي الجمعية قدامك مسدودة، أو يقولون يصير خير أو بعدين أو الله كريم ورا العيد ورا الهاي، هاي ثالث مرة لمدة هاي صار لنا سنتين احنا بعد ما كملنا هيكل. قائم مقام الموصل زهير الأعرج أكد قائلا أن الأراضي التي تباع بموجب وصولات مؤقتة تعتبر غير شرعية، وعلى المواطنين الحذر منها والاستفسار عنها من خلال مراجعة الدوائر المعنية. أي جمعية لا تملك سندات رسمية من دائرة التسجيل العقاري وموافقات فرز موثقة من دائرة التخطيط العمراني وإن كان في مركز المدينة من بلدية الموصل، إن لم يكن الفرز موجود يعتبر هذا مخالف للقانون، وهذه أراضي سنداتها تقرأ قسم منها أراضي زراعية مملوكة للدولة فيها حق تصرف للزراعة وليس البناء، وتعتبر مخالفة وتجاوز في نفس الوقت. فنأمل من أهلنا المواطنين الابتعاد عن هذه الجمعيات الوهمية أو بعض الأشخاص الذين يقومون بالتقطيع العشوائي دون وجود سند قانوني أو سند من دائرة التسجيل العقاري كصورة قيد يضمن حقه. باب الجمعية أغلق بأوجه أصحاب الحق، وصاحب هذه الجمعية لا يستقبل أحدا منهم، فوقعوا ما بين مطرقته وسندان. يا غافل إلك الله. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائية.